ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا دكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة. أهلا بك، وبعد التحية أول سؤال، إلى أي مدى نجحت الجهود المصرية محليا ودوليا في الاتفاق على حلول للحد من أثار التغيرات المناخية وأيضا التكيف معها؟ طبعا مصر نجحت في إضاء في وضع مش حلول بس، كمان ده البنود، يعني البنود، يعني زي مثلا التنوع البيولوجي ده ما كانش موجود ومصر اثرت انها تحطه، وبعدين بند الاهم اللي هو الخسائر والاضرار برضه مصر حطته، دي اول مره يتحطوا البندين دولت في بنود الكوبس منذ يعني بدأها في المانيا 95 كوب واحد. لا طبعا في حاجات جميله جدا، خاصه بقى الموضوع اللي هو البند الاضرار والخسائر. الاضرار والخسائر ده مصر حتى بتطالب دايما ان يكون ليه صندوق، والصندوق دوت يوضع فيه مبالغ ماليه يعني معتبره، بحيث ان هي تعمل على يعني مد الدول وخاصه الناميه بالامداد المالي والتكنولوجي عشان يقدروا يتكيفوا مع التغيرات المناخيه او يخففوا من اثارها. والبند الثاني طبعا التنوع البيولوجي ده مهم جدا جدا، لانه مرتبط بالتغيرات المناخيه بشكل وثيق يعني. فالنهارده ابتدوا يتكلموا بقى على حلول الطبيعه، ان حلول الطبيعه ان هم يرجعوا الشيء زي ما كان، يعني زي ما كان الاول. الطبيعه اللي هي نقيه اللي ما فيهاش مشاكل خالص اللي ما كانش فيها اثار مناخيه. نعم. يعني وطبعا الحلول المستفاده والطبيعيه ده كان مهم جدا يقولها، حتى الرئيس الامريكي يعني قصص لها 25 مليار دولار، ولكن برضه لازم نفهم انه عنده في امريكا يعني التخطيط ده يبقى فيه جزء كبير جدا منه في امريكا يعني. فالحلول المستفاده من الطبيعه طبعا هي اهم حاجه، ان هي اجراءات بتحمي النظام البيئي نفسه. اذا وبتدير نعم. إذا دكتور علاء، يعني كيف يمكن البناء على ما تم التوافق عليه خلال هذه القمة بشأن العمل المناخي والبنود التي كنت تتحدث عنها حاليا؟ يعني حضرتك النهارده العمل المناخي لازم يتفقوا، يعني احنا عارفين ان لما جه مؤتمر شرم الشيخ ينعقد كان في ثلاث موضوعات اساسيه في هذا الموضوع، يعني هم التنوع البيولوجي، لان في 92 دوله كان في مؤتمر جلاسكو قدموا حلول للطبيعه، قالوا ان لازم نستخدم الحلول الطبيعه في خطط مساهمتنا الوطنيه. وبرضه في 51 دوله في مؤتمر الامم المتحده للمحيطات طلبوا تحسين البيئه البحريه، لان دي مشكله جدا عندنا، وخصصت طبعا مليار دولار. فالنهارده انا حاسس ان الصناديق بقت منفصله، مفيش صندوق يجمع كل الموضوعات، وده برضه يعني شيء جيد الى الان يعني. فالنهارده يعني طبعا الحلول مهمه جدا، لان خلاص وده هيساعدنا، يعني يوم الحلول هيساعدنا في اتخاذ قرارات ان شاء الله ليها صفه الالزام، خاصه بتحمي النظام البيئي او بتديره بشكل مستدام او بتستعيده زي ما كان قبل كده يعني. والحلول دي اللي موجوده طبعا يعني في ودخلها برضه جزء كبير حمايه الغابات المستعبده. النهارده المانيا يعني كانت بتقدم الى البرازيل، اللي انا ساعدت ان هي رجعت، لان البرازيل كان مشكله كبيره جدا قبل كده في الحكومه السابقه كانت بتزيل الغابات. فالنهارده في حمايه للغابات، وحتى المانيا طلبت ان هي ترفع او هترفع فعلا الدعم للغابات من مليار الى 2 مليار. وانا بقول كده لان خدوا بالكم يا جماعه، مش الغابات في الامازون بس، في عندنا الغابات بتاعت الكونغو اللي هي ثاني غابات في العالم برضه لازم ندعمها. برضه في حاجات جميله جدا اتعاملت مع البيئه وتتعايش برضه في مراحل التكيف، اللي هي حمايه اشجار المنجروف والشعاب المرجانيه. مصر احنا عندنا ثلث الشعاب المرجانيه في العالم، وعشان كده بركز بقول يا جماعه مصر لازم تمول بشكل جيد، ومصر لازم تستفيد من الدعم الدولي. يعني المفروض عندنا ثلث الشعاب المرجانيه على مستوى العالم، وجميع استحوذنا من العالم. النهارده بقى في مشكله للشعاب المرجانيه من تغير المناخ وحموضه البحر او البحار بيبدو لنا، لكن الحمد لله احنا الشعاب بتاعتنا يعني
مستدامه ولانها من اقوى الشعاب المرجعه على مستوى العالم، ولكن احنا محتاجين فلوس عشان نحافظ عليها. نعم دكتور علاء، يعني يمكن كنا نتحدث عن الحلول والصناديق والتمويل، من وجهة نظرك كيف يمكن تحقيق التمويل العادل للعمل المناخي؟ والله التمويل العادل للعمل المناخي أنا شايف أن الدول المتسببة يعني بتتعامل شوية بحساسية في هذا الموضوع. لما بنيجي نقول لهم أنتم المتسببين، لا إحنا مش متسببين، نبتدي يلقوا اللوم على أطراف أخرى. وبالتالي عشان نقدر نوصل لهذا الكلام محتاجين الدبلوماسيه المصريه تلعب دور كبير جدا في هذا الموضوع. احنا عندنا ناس شاطرين قوي في الدبلوماسيه، وممكن نحصل على الدعم اللازم من برضه الدول دي بطريقه هنقول لهم يعني زي ما بقول لحضرتك كده، يا سيدي مش انت المسؤول، لكن تعالى ساعدنا يعني بحيث نعمل كلنا مع بعض، احنا عايشين في عالم واحد وانت اقتصادي الاقوى، فتعالى يعني نقابل بالاسلوب الدبلوماسي الجاي. لكن هم دايما يعني الكبرياء بيركبهم، مش عايزين حد يقول لهم هذا الكلام، ومش عايزين حتى يصيغوها يعني صريحه كده. لكن برضه حاجه جميله برضه عجبتني الجي 20 اللي هو الدول الصناعيه ال 20 في اندونيسيا، السنه دي اقروا المبدا ان لا يزيد الاحتلال على 1.5، فدي برضه حاجه جديده ما كانوش كانوا رافضين يعملوها قبل كده على فكره، فوافقوا عليها. النهارده يعني في تقدم في مؤتمر كوب 27 بشكل كبير جدا على المؤتمرات الاخيره، وبحصل في برضه دعم، ولكن دعم انا شايفه ثنائي، يعني ما فيش دعم جماعي، يعني ما فيش يقولوا صندوق كذا دي كذا، لا دعم ثنائي. مصر النهارده بتشتغل بشكل رائع مثلا الهيدروجين الاخضر، نديها دعم، نديها دعم زي امريكا مصر نص مليار، بلد اخرى بتشتغل في حاجه نديها دعم، او بلد اخرى متاثره قوي قوي زي مثلا موضوع الغابات في البرازيل وفي الكونغو وفي افريقيا ممكن نديهم. ماشي اصل القطع، لكن مش ماشيه بنظام انه صندوق يجمع مبالغ كبيره ويصرف كده. نعم، إذا جزيل الشكر لك دكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، شكرا لك مرة أخرى.